السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي الكرام، معاكم حسين كمال من قناة افهم مني. صحة، طب، تحاليل، تغذية علاجية، أعشاب طبية، حلقات متنوعة، متابعة مرضى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخوي الكرام، هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن انخفاض السكر وخطورة انخفاض السكر وأعراض انخفاض السكر وأسباب انخفاض السكر وعلاج انخفاض السكر في حلقة النهاردة إن شاء الله، فتابعونا لآخر الفيديو. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك في القناة عشان يوصلك منها كل جديد، واعمل شير واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. أول حاجة يا جماعة، يعني إيه انخفاض السكر في الدم؟ بالنسبة للأشخاص العاديين بيكون السكر عادي، لو السكر وصل ل70 مفيش مشكلة، إنما الأشخاص المرضى لو السكر انخفض في السكر عن لو السكر انخفض في الدم عندهم بيكون في خطورة بسبب الأدوية والعلاجات والأنسولين اللي بياخدوه أو الحمية الغذائية اللي ماشيين عليها، ممكن تخفض السكر نهائي، تخلي السكر تحت ال70. عشان كده احنا بنحذر ان انت بتاكل الطعام، عفوا، بتاخد الانسولين او بتتناول الاقراص بدون طعام. فخلاصة انخفاض السكر في الدم هو انخفاض السكر في الدم عن 70 مللي جرام، او عن الحد الطبيعي بتاعه اللي هو من 70 ل110 ل140 العشوائي او الفاطر. فما تخليش السكر عندك ينزل تحت ال70. عشان كده لازم نطمن على السكر اولا باول، ولازم تعرف اعراض انخفاض السكر في الدم، لازم تعرفها انت كمريض سكر، لازم تعرف الأعراض دي. والأسباب الرئيسية يا جماعة في انخفاض السكر هي نتيجة عن سوء تناول الأدوية والأنسولين وجرعات العلاج المختلفة. فلازم تعرف إمتى تأخذ علاجك صح، ولازم تستشير طبيبك عند تغيير مواعيد العلاج. ما تروحش تغير ميعاد أي أدوية بتتعاطاها أو أي جرعات بتاخدها بالنسبة للسكر من غير ما ترجع لطبيبك. طبيبك المتابع أهم حاجة، لازم ترجع له في كل ما تيجي تغير العلاج. فهنتعرف بسرعة على الأسباب الرئيسية. الأسباب الرئيسية المستخدمة هي الأدوية المستخدمة في علاج السكر، الأدوية زي الأقراص وزي الأنسولين. بمعنى لو أنت اخدت انسولين مثلا العصر، جرعة الانسولين اخدتها العصر ورحت نايم من غير ما تتناول اي طعام، ممكن يحصل عندك هبوط في الدم بسبب هبوط، عفوا، في السكر، بسبب ان انت ممكن يكون السكر عندك منخفض وتروح تاخد انسولين وانت تكمل عليه انخفاض. ممكن تاخد الصبح جرعة الانسولين او حتى لو الاقراص برضو و السكر ينخفض عندك في الدم. طيب انا اعرف منين السكر انخفض ولا زي ما هو؟ هتعرف من خلال التحاليل، من خلال لو عملت تحليل وطلع السكر عندك منخفض، هتبدأ تتصل بالطبيب بتاعك المتابع وتعرف اذا كنت هتكمل على نفس الجرعات اللي بتاخدها ولا هتغير الجرعات. الأدوية يا جماعة هي السبب الرئيسي في انخفاض السكر وتغيير مواعيد الأدوية بدون الرجوع للطبيب. الإفراط والإكثار من تناول الكحول، من تناول الكحول، الإفراط أو تغير نوع العلاج من غير ما نرجع للطبيب، تغير نوع الأنسولين من غير ما نرجع للطبيب. بيكون عندك مشكلة في الغدد، سواء الغدد الصماء أو الغدة الدرقية أو الغدة الكظرية أو الغدة النخامية. بيكون عندك مشكلة بعد العمليات الجراحية، عندك أي مشكلة بعد العمليات الجراحية. طيب عايزين نعرف إيه أعراض انخفاض السكر. طبعا أعراض انخفاض السكر كنا عاملين حلقة قبل كده عن أعراض انخفاض السكر، هتلاقوا برضو إيه شريط في اعلى الفيديو، في يعني حلقات متنوعه عن السكر، هتلاقوا في روابط تحت حلقات متنوعه عن السكر في القناه، يا ريت تشاهدوا هذه الحلقات. اما اعراض انخفاض السكر فهي العرق الشديد
في عرق شديد، في خفقان في القلب، في ارتباك وتوتر وقلق واكتئاب، في تنميل في الفم او في المنطقة دي كده حوالين الفم، في مشاكل في الرؤية، زغللة او نغبشة زي ما تسميها. المهم ان في حاجة اسمها اضطرابات الرؤية، في فقدان للوعي او دوخة شديدة، في اهتزاز ورعشة في الاطراف، بتلاقي ايدك بتعمل كده او بتلاقي ارتعاش شديد في الاقدام واليدين، في مرحلة من البكاء، يعني مرحلة قلق وتوتر واكتئاب بتوصل لبكاء شديد. فيعني دي أعراض انخفاض السكر. ولكن هنا في نصيحة بقولها لك أنت كمريض سكر أو كأي شخص عايز يتثقف أو كطبيب سكر، لو شايف إن مريض السكر دخل في غيبوبة وأنت مش لاقي مش عارف يعني تأكد أوي سواء غيبوبة ارتفاع أو انخفاض، أو ما عندكش جهاز تعمل بيه راندم بلاد شوجر، تعمل بيه سكر عشوائي، هتعمل إيه؟ هتدي على طول سكر، ما تديش محاليل ولا أي حاجة. في ناس بتروح ليه تدي العكس، يعني يقولك إيه، لا ده هو كده عنده ارتفاع في السكر يروح عاطي إيه محلول ملح، الناس يقول لك عنده انخفاض في السكر روح عاطي ايه جلوكوز. انا هعمل ايه كشخص عادي، بلاش ان انا في طوارئ او في مستشفى والكلام ده كله، كوباية مية بسكر، كوباية مية بسكر، يعني ملعقتين من السكر على كوباية مية، ويشربها المريض، تسقيها للمريض. ماشي، سقينا المريض كده، السكر لو منخفض عنده هيرتفع، ماشي، السكر لو مرتفع عنده مش هينخفض، هيرتفع برضه، ولكن هيرتفع ارتفاع بسيط، يعني مثلا وليكن مثلا 400، والراجل ده دخل في غيبوبة لما السكر رفع ل 400، فيها ايه يعني لما يوصل 500؟ بس المهم ان انا عملت الصح، ما ضرش المريض، لان انت لو المريض دخل في غيبوبة سكر انخفاض وانت ما عرفتش تعمل ايه معاه، او استنيت لما تعمل تحليل الراندم، المريض ممكن يموت منك، لان انا هقول لكم دلوقتي خطورة انخفاض السكر مدى قد ايه، يعني الخطورة بتاعت انخفاض السكر قد ايه. ماشي، العلاج لنقص السكر بيكون يا جماعة ان المصاب دايما معاه حبة شوكولاتة في جيبه، او حبة حلوى او بونبوناية او اي حلوى، او لو انا مثلا في البيت ممكن اعطيله عصير فواكه طازجة، او تناول سكر، او مكعبات من السكر، او تناول الماء بالسكر اللي هي كوباية مية بسكر انا قلت لك عليها في البداية، اللي هي ابسط حاجة. فده علاج انخفاض السكر. لو انت عندك شعور بانخفاض السكر اعمل الحاجة دي، اما في حالة وجود المريض وفاقد الوعي، طبعا لما نعرف ان المريض مصاب بالسكر، ما انت مش مريض فاقد الوعي وخلاص وتقول لي بقى ده فاقد الوعي واروح اديله محلول كذا او محلول كذا، انت مش عارف هو عنده سكر. لا، اعرف الاول لو المريض ده مصاب بالسكر ولا لا. لو كان مصاب بالسكر اعطيه مية بسكر، ونطلب الاسعاف او نوديه عند اقرب دكتور او اقرب مستشفى عشان نقيس السكر ونعرف مستوى السكر في الدم. علاج السبب وراء نقص السكر عشان نمنع حدوث الكلام ده مرة تانية، يعني لازم نعالج السبب الرئيسي اللي هو لو انت عندك مشكلة مع الأدوية وتغيير الأدوية، أو بتاخد أنسولين من غير طعام، أو بتاخد أقراص من غير ما تاخد الوجبة بتاعتك، يبقى هو ده السبب الرئيسي، يبقى انت لازم تعالج ده. هتقولي طب أنا أعالجه إزاي؟ أنا مثلا شخص بقوم الصبح مثلا باخد الجرعات على حسب ارشادات الطبيب، ولكن مفيش نفس للاكل. مش لازم يعني تاكل اكل وجبه كامله، يعني لو انت مالكش نفس للاكل مش لازم وجبه كامله، ممكن وجبه بسيطه جدا، ممكن كوبايه حليب، ممكن تاخد باكو بسكويت، اي حاجه، المهم ان ايه، وخصوصا لو هتنام كمان، يعني يا ريت يا ريت ما تاخدش انسولين وتنام، اوعى، لان دي من التحذيرات الشديدة اوي في الدراسات لمريض السكر، ان هو ما ياخدش انسولين ويروح نايم مباشرة،
لان ده ممكن لا قدر الله يدخل في غيبوبة انخفاض سكر او ارتفاع سكر ويموت فيها، فاحنا مش عايزين كده. لازم نعرف ونثقف كمريض سكر، لازم تعرف الحاجات دي كويس. طيب لو انا بقى غيرت مواعيد العلاج من نفسي، طبعا دي ده سبب برضه، لا ارجع للطبيب بتاعي واقول له ان انا حصل معايا كذا كذا عشان انا غيرت العلاج من الميعاد الصبح مثلا، بقيت باخد من 8 بقيت باخد 10، بقيت الجرعه بتاع الساعه 12 الظهر باخدها الساعه 2 الظهر، جرعه العصر مثلا لا باخدها المغرب. ارجع للطبيب بتاعك وقول له ان انت عملت الكلام ده ودخلت في غيبوبه سكر. طيب وانا كده قلت سببين، سبب تغيير المواعيد وسبب اخذ العلاج او الجرعات بدون طعام. السبب الثاني يا جماعه، او السبب الثالث الرئيسي، العامل النفسي. العامل النفسي يا جماعه ده يعني سبحان الله، في ناس كده مصنعه ان هي توتر الناس اللي عندهم مرض، ودايما دايما تلاقيه يعني كل شويه تبص تلاقيه عمل ينرفز فيه ويعفرط فيه وتعصب عليه، وده مش كويس لمريض السكر. فانت حاول بقدر الامكان ان انت ما تتحطش تحت اي بند من الضغوط، ضغط مادي، ضغط نفسي، ضغط عصبي، اي ضغوط، ضغط العمل، كل الضغوط دي حاول بقدر الامكان ان انت ما تتحطش تحت الضغوط دي، لان الضغوط النفسية عامل اساسي من عوامل انخفاض السكر. فانت حاول بقدر الامكان ما تدخلش في الموضوع ده، وممكن برضو العامل النفسي يرفع السكر. حاول بقدر الامكان ما تدخلش في بند الضغوط النفسية. مش عارف اقول لكم ايه في موضوع الضغوط النفسية ده، في حكاوي كتير جدا لو قعدنا نتكلم واحكي لكم الامثلة والحاجات دي كلها، حاجات كتير جدا جدا جدا. فخدوا بالكم ان انتم ما تتحطوش في الضغوط دي، ماشي؟ اما بعد كده خطورة انخفاض السكر. خطورة انخفاض السكر يا جماعة بتكون يعني خطر جدا على القلب، على القلب وعلى المخ. القلب والمخ، بالنسبة للقلب بيدخل في سكتة قلبية، ماشي؟ أما بالنسبة للمخ ممكن تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله. طيب خطورة انخفاض السكر ولا خطورة ارتفاع السكر، أنه الأخطر؟ انخفاض السكر أخطر من ارتفاع السكر. ليه؟ لأن بصراحة كده السكر يعني العضو، المخ هو العضو الوحيد في الجسم اللي بيعتمد في طاقته على السكر. يعني لو السكر اتمنع عنه لمدة دقيقة 2 3 4 5 ممكن يدخل في حالة من فقد الوعي وبعدين تؤدي إلى الوفاة. إنما القلب أو الكبد أو أي عضو آخر بيعتمد إيه؟ لو مفيش سكر بيعتمد إيه؟ على الدهون، بيبدأ يصنع طاقته من الدهون. عشان كده يا جماعة الناس اللي هي بتصوم أكتر من 12 ساعة ويجي يعمل السكر يلاقيه أعلى من الفاطر، بيقول لي السكر عندي الصايم أعلى من الفاطر. بقول له عشان حضرتك صمت عدد كبير من الساعات، فبدأ الكبد ينتج طاقة من الدهون، بدأ يحرق في الجسم وياخد الطاقة يحولها لجلوكوز أو يحولها لسكريات. يعني ففقدان الوعي، التشنجات، السكتة القلبية، حالات من الوفاة. فخدوا بالكم جدا جدا من الموضوع ده. والحمد لله الحلقة كده يعني لمينا فيها كل حاجة يعني خاصة بانخفاض السكر. فلو انتم شايفين ان الحلقة دي مفيدة لمريض السكر او اي شخص اخر، يا ريت تعملوا لها لايك، ويا ريت تعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لعدد كبير من الناس، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناة عشان تتوصل بكل جديد عندنا على قناة افهم مني. السكر والملح سواء، الاثنين شكل واحد، الاثنين شكل واحد، لكن الفرق بينهم لما بتيجي تستخدمهم. هكذا هم البشر. دي كانت حكمة اليوم. اشوفكم في حلقة جديدة على قناة افهم مني ان شاء الله. اخوان الكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ولا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.